وينضم إلينا مراسلة الغد من الجزائر العاصمة حسان جزائري ومن برلين يمان شواف. أبدأ معك حسان، وكيف يبدو الواقع الجزائري في التعامل مع كورونا والمتحور أوميكرون؟ نعم، أولا أعلنت الوزارة الأولى عن فرض الجواز الصحي للتطعيم ضد فيروس كورونا على كل الراغبين للدخول والخروج من البلاد، كما فرضته على الراغبين للدخول إلى دور السينما والمسارح وأماكن الملتقيات وعقد الندوات وكذلك الملاعب والقاعات الرياضية. وقالت الوزارة الأولى بأن هذا الإجراء جاء بعد نسبة التلقيح المتدنية التي لم تتجاوز 27% على مستوى التراب الوطني، وكذلك بعد ظهور متحور أوميكرون وتسجيل وزارة الصحة لأول حالة منتصف شهر ديسمبر الحالي، والتي كانت عبر مطار الجزائر وتتعلق برعية أجنبي. أثبتت التحاليل بأنه مصاب بمتحور أوميكرون. كما أعلنت أيضا وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الإصابات بمتحور دلتا على مستوى المدارس، وهذا ما دفع وزارة التربية إلى تقديم العطلة الشتوية عن موعدها وتمديدها لمدة 21 يوما حتى تكون عبارة عن حجر صحي استباقي، وأيضا لمعالجة هذه الوضعية، وربما تنخفض هذه الذروة الإصابات على مستوى المدارس. بينما أكد مهد باستور المتخصص في الأوبئة بأن الجزائر قد دخلت الموجة الرابعة من الإصابات بفيروس كورونا، ودعت إلى توخي الحذر مؤكدة بأن متحور أوميكرون سريع الانتشار، وهذا ما قد يتسبب في تزايد عدد الإصابات في الأيام المقبلة وبلوغ الذروة بنهاية شهر ديسمبر الحالي. نعم، من خلال الخبراء حسن، إلى أي مدى يمكن أن تتجه الحكومة إلى فرض الإغلاق التام في البلاد؟ وزير الصحة استبعد العودة إلى إجراءات الإغلاق، لكن أكد بأنه ستكون هناك إجراءات صارمة تتعلق بإجبارية ارتداء القناع الواقي وكذلك إجبارية إظهار دفتر التلقيح عند الدخول إلى أماكن الملتقيات والمحاضرات وكل الأماكن التي تعرف تجمعات جماهيرية كبيرة. لكن إجراءات الإغلاق وعواقبها الاقتصادية التي كانت وخيمة على سواء على المؤسسات الخاصة أو العمومية، هذا ما جعل الحكومة تستبعد العودة إلى إجراءات الإغلاق، لكن أكدت بأن الالتزام بالإجراءات الوقائية سيكون صارم وستكون هناك عقوبات تسلط على كل المخالفين لهذه الإجراءات الوقائية. نعم، ابقى معي حسان جزائري من الجزائر. وإذا كان هذا هو الوضع في الجزائر، فماذا عن الوضع في ألمانيا؟ يمان شواف من برلين. يمان، إلى أي مدى يمكن أن تتجه الحكومة إلى الإغلاق التام، وما آخر الإجراءات التي اتخذتها؟ نعم طبعا، حسب الإحصائيات الأخيرة، على الرغم من أن ألمانيا الآن في فترة عيد الميلاد وهي فترة أعياد، ولكن تبدو الإحصائيات النسب المئوية كما قال معهد روبرت كوخ بالنظر إلى الأعداد أعداد الإصابات الأسبوعية هي يعني لا تثير القلق كثيرا، ولكن هذا لا يعني أن الخطر قد زال أو أن أوميكرون لا يهدد هنا الكوادر الطبية أو مراكز العناية المشددة، بل على العكس تناشد السلطات الجميع بضرورة توخي الحذر حتى في هذه الفترة، فترة أعياد الميلاد التي تسبق الأيام التي بعد يعني حيث بعد 28 من الشهر الجاري ستبدأ الإجراءات التجديد. لذلك هناك أريحية لدى الناس اليوم في اللقاءات، ولكن في هذه الأيام وهي أيام عطلة مراكز التلقيح تعمل بشكل دائم، وهناك كثافة من السكان للحصول على اللقاحات، وأيضا مراكز الفحص السريع هي متوفرة في يعني بشكل واسع. هو إجراء تأمل من خلاله الحكومة أن تسيطر على يعني هذا النسخ المتحورة وهذه الأعداد وتحديدا نسخة أوميكرون، وأن لا تذهب إلى الخيار الذي تضعه ربما في المرحلة الأخيرة وهو خيار الإغلاق الشامل. حتى اللحظة تحاول ألمانيا أن تتجنب كل هذه
يعني كل الخيارات التي قد تدفعها للجوء إلى الإغلاق الشامل، إما من خلال توفير مراكز الاختبار السريعة أو إما من خلال توفير مراكز اللقاحات في العديد من الأماكن والمواقع، أو إما بتشديد الإجراءات. ولكن وفقا لمتابعين هنا وخبراء، إذا لم تنجح هذه الخطوات قد تضطر الحكومة إلى الذهاب إلى الإغلاق الشامل، ولكن هذا لن يحدث قبل العام المقبل، يعني على بضعة أيام ونستقبل العام الجديد، لن يكون هذا الإجراء قبل نهاية هذا العام. نعم، أشكرك شكرا جزيلا يمان شواف، كنت معنا من العاصمة الألمانية برلين، والشكر موصول لحسان جزائري، كنت معنا من الجزائر العاصمة.